اللي في الساعة 10 العادية لمجلس الشعب قرجة الطول تسمى يوليوس 2023 في باسنجر. النقطة الخامسة الدراسة المسبقة على المساهمة في رأس مال الشركة التنمية الإقليمية من أجل تصدير النفط المغربي لعملات طنجة أصيلة. نفس الأعداد تمت بالإجماع. أولا باسم الإخوان داخل المجلس كنشكر كل الإعلاميين والإعلاميات اللي متواجدين معنا، فكما اقتضت الضرورة واللي كنعملوها يعني ولات سنة، كل ما يعني كل دورة من دورة كنعملوا واحد الدورة صحفية صغيرة باش نوقفوا نقربوا يعني المواطن داخل الجهة بالأهم النقاط اللي داولناها في هذه الدورة هذه. هو كانت 51 نقطة، كان الحمد لله توافق ما بين الإخوان فرقاء السياسيين كلهم، وكانت دورة يعني ناجحة بامتياز بتصويت على 51 دورة بإجماع على كل النقاط، نقاط اللي مسات أهم النقاط اللي مسات يعني ما هو الشق اللي كيكون هنا يعني الشق ما كنقول الشق ديال التعليم، كذلك مشاريع مرتبطة بتنزيل مشاريع برنامج جهوية ديال التنميم. وهذا البرنامج هنا كانت واحد لي كونترا واللي بغينا نتا حنا نسرعوا في التنزيل ديال البرنامج التنمويه، كاين واحد ثلاثه ديال الكونفونسيون ان شاء الله اللي بغينا نوقعوهم عما قريب مع ثلاثه ديال الشركاء ديالنا. هناك وزاره الفلاحه والصيد البحري ومياه الغابات، كذلك هناك اتفاقيه اطار مع وزاره ديال التجهيز، وكذلك وزاره الثالثه هي وزاره ديال التعليم والشباب، وهذو كلهم اتفاقيات اطار اللي صدقنا عليهم الاجماع واللي فيهم برامج مهمه في التنزيل ديالنا، واللي ان شاء الله سنسعى باش تكون الاخراج ديالها. كاين هناك دراسات ميدانيه وفي الاسراع ديالهم باش نخرجوا ان شاء الله في عما قريب يعني في الاول ديال بدايه سبتمبر ان شاء الله عمدوا في الدراسات ديال بعض المشاريع وبعض المشاريع اللي غنبقاو نزلوا فيهم اللي كاين دراسه ديال الوجدة. كذلك كان هناك واقع اجتماعي باسم الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، كتعرفوا بان هناك مجلس الجهه ديما كيدعم ما هو قطاع الشباب، قطاع ديال الثقافه وقطاع ديال المرأة والطفولة، فهادو يعني من الأشياء اللي كيكون الدعم ديالهم أساسي، حيت كنعرفوا بأن بعض القطاعات ما عندهاش الإمكانيات المادية كاملة، فأنا كنكون حنا واجدين باش كنكونوا يعني كنقربوا أكثر باش كنزيدوا ندعموا هاد القطاعات هذا في داخل في الجهة. مشاريع ذات بعد اقتصادي كتهدف أولا بالنسبة لنا هو تحسين مناخ الأعمال. حنا عارفين بأن اليوم عما قريب ان شاء الله في هذا الشهر ديال يوليوز في اواخر ديالو عنعنوا على تنزيل ديال الفوند انفستيسمون واللي هو واجد تقريبا بواحد 95%، باقي لنا اللمسات الاخيره ان شاء الله غتكون الاعلان ديالو بمعيه السيد الوالي الجهه والساده العمال، واللي اليوم ان شاء الله كنوجدوا يعني بعض المراكز، وهذا كذلك لابد من هذا الباب نشكر جميع رؤساء المجالس ديال المنتخبه سورتو في الغرف المهنيه اللي هي كتواكب معنا واللي غتفتح ابواب ديالها ديال الفروع ديالها في الاقاليم كلها باش غتكون كتواكب معنا هاد المشروع ديال صندوق الدعم الاستثمار ديال الجهه طنجه تطوان الحسيمه. كذلك مشاريع هناك مرتبطه بالتهيئه والهيكله ديال المجالات القرويه والحضريه، فاليوم فك العزله ولات اساسيه بالنسبه لنا، ولا اليوم كيكون هناك توازن ما بين ما هو حضري وقروي، كنحاولوا قد المستطاع باش نحسنوا المداخل ديال المراكز سورتو المراكز الصعيده والمراكز القرويه باش تاهلوها باش تكون هي كذلك كتكون جاذبه وكتكون عندها أم أقل شيء باش حتى هذاك المواطن يحس بأن هناك يعني تحسن في هذه البنية ديال التحتية ديالو. كذلك هناك إشكاليات ديال مجهودات، هناك التقلبات المناخية، كتعرفوا بأن الإشكاليات ديال الفيضانات، فحاولنا حنا كذلك في الدورة هذه ندوزوا جوج اتفاقيات اللي حول هذه الفيضانات سورتو في الإقليم ديال تطوان اللي حماية من الفيضانات، فمع معيات مع الشركاء ديالهم. فكذلك هناك توفير بالنسبة للإشكالية ديال العنصر ديال الماء والحماية من المشكل ديال الماء، واليوم الحمد لله حاولنا نكونوا سباقين في الدراسة بالنسبة اللي عملنا
من واحد الدراسه جهويه حول الاشكاليه الماء، واليوم الحمد لله كنواكبوا ما هو الاولويه من اولويات الاولويات في الخطابات ديال صاحب الجلاله والتوجيهات ديال صاحب الجلاله الله يرحمه، هو الاشكاليه الماء هي اولويه عند الجميع. فحنا حنا كذلك سبقنا في الاولويات، حاولنا اتفاقيات نراجعوهم بسبب هذه السدود التليه اللي حاولنا حتى الاتفاقيات نراجعوهم باش التنزيل ديالها، واللي غنبقاو يعني سورتو في وزان عندنا جوج ديال السدود التليه اللي ان شاء الله غنفتحوا يعني عما قريب الصفقات العموميه ديالها يعني في شهر هذا الشهر هذا، واللي ان شاء الله غتكون بدايه في شهر سبتمبر ديال يعني بناء ديال هذه السدود التليه. كذلك مشاريع مرتبطه كذلك بتشجيع التقائيه الترابيه والقطاعيه من خلال دعم مشاريع بجمعيه. فاليوم مشينا في واحد التوجه اخر، كنقولوا ما يمكنش الامكانيات الماديه ما كاينش كامله، ولكن حاولنا يعني ما بين الجماعات ما بين جماعات، ولكن هناك مرفق نحاول نعملوهم يعني كمتوازين ما بين جوج جماعات او ثلاثه جماعات. فاليوم شفتوا مشروع ديال 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 اللي النفق ماشي النفق، هي القنطره اللي في الملوسه. اليوم الحمد لله هذاك المشروع ديال ثلاثه ديال العملات، ماشي كاين ديال العمله طنجة فصيله والعمله ديال تطوان وديال فحصنجة، فهذا كله الا فك اولا الاشكاليه ديال الاقتضاد وديال كمخرج اساسي كاين لوتوبوت كاين ما كاين طنجة طاك يعني ما وكاين مصنع ديال الغنو. فهذاك محور كان اساسي، كان اليوم كنهني السيد الوالي على الصراع في الاخراج ديالو وعلى التتبع ديالو في خمس شهور كان واجد. ف يعني كل سكينه الحمد لله لا بالنسبه لي من جنتي طوان اللي مشى جنتي طوان طنجة ولا هذيك كلهم الا ويعني استحسنوا هذا المرفق وهذه البنيه التحتيه اللي اليوم كنبغيو نحسنوها. فاظن بان اليوم زادت واحد البنيه من داخل مجلس الجهه، فاعتقد بان المساهمه ديال الجهه اللي هي مهمه. واليوم حتى هي كانت في الدوره كانت كذلك شكرنا السيد الوالي وكان هناك تنويه بهذا العمل هذا. فاعتقد انه هو هذا عامة 51 نقطة اللي حاولنا باش نكونوا يعني ما بين فترة ما بين فترة كنحاولوا نكونوا عمليين في التنزيل ديال المشروع ديالنا البي دي اف هذا، وفي ميزوغ حنا كنوزنوا هذا البرنامج التنموي ديالنا كامل. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.